طول 15 كيلومتر يمتد خط ترامواي ستيف، فبعد أشهر من الأشغال المشروع يرى النور لتكون عاصمة الهضاب العليا سادس ولاية تستفيد من هذه الوسيلة العصرية لنقل المسافرين. Le 11, nous prévoyons la marche à blanc. Et Inch'Allah, le 8 mai, nous lançons l'exploitation commerciale du tramway. La longueur de la ligne est de 15,2 km. Nous avons 26 stations prévues. Nombre de parcs relais 4. Nous prévoyons d'avoir 6 agences commerciales. Et nous aurons 23 kiosques de vente de tickets prévus sur la ligne. La rame en elle-même prend 313 voyageurs debout et 78 voyageurs assis. هذا المشروع الذي تحول إلى حقيقة فتح الباب لتوظيف عشرات الشباب العاطلين عن العمل بالمنطقة من تقنيين، سائقين، قابضين وأعوان أمن، لكن قبل مباشرة المهام على متن ترامواي ستيف، هذا الفريق خضع لفترة تكوين مسبقة منحت له كل تفاصيل مهمته. On a déposé des offres au niveau de l'ANM de CITIF. Donc pour recruter les 500 employés de la CETRAM CITIF. Qui sont actuellement recrutés à l'Amkamlin en formation. On a deux parties pour la formation. On a la partie théorie en salle. Après-midi, on a la pratique. On sort en ligne avec des rames. On a tout le temps géré pour l'ANM. On a tout le temps géré pour l'ANM. Et le جاتنا هذه تاع ترامواي هذه وقبلوا لي الدوسي واليوم انا سنينا الكونترا. Ils ont appelé plusieurs profils. عيطوا لي انا après une deux jours là ils m'ont rappelé j'ai eu le poste de chargé de recrutement et formation. ولأن الهدف الرئيس من هذا المشروع الحيوي فك الخناق المروري على سطيف ومرافقة هذه المدينة بوسائل نقل عصرية موازاة مع التحول الاقتصادي الذي تشهده هذه الولاية الكبيرة، جاء الترحيب الشعبي بهذا المكسب. أنا كمواطن سطيفي عجبني الحال، خاصة هذا النوع جديد راح يدخل المدينة تاعنا في مجال النقل. بيان سير حاجة تما يولي مويان دو ترونسبور كاينين. الترامواي مليح وعجبناه تما مشروع هايل في سطيف، تما ساعدنا بام أنا واحد من الناس ساعدني في حياتي اليومية. وإن شاء الله يديروه بوم فري برك. بدخول ترامواي سطيف حيز الخدمة تكون الحكومة قد جسدت مشروعا جديدا بغلاف مالي كبير في منطقة هي اليوم في قلب التحول الاقتصادي بعد أن أصبحت عاصمة الهضاب تعيش حركة تجارية جديدة ووجهة للاستثمارات الخاصة والعمومية.